بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء بيتجدد مع اخواتنا المتابعين، وحابب ادخل للموضوع على طول من غير مقدمات. في بعض الاخوه المتابعين بعت لي وقال لي ربنا يحشرك مع السيسي، في اشاره ان انا كنت بقول ان الرئيس السيسي بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان خاطر ينجي مصر من الفتنه اللي كانت الحقت بيها في 2011 وتجهيزا للمرحله القادمه. مدخلنا النهاردة للحرب اللي احنا قلنا عليها واطلقناها في الفيديو اللي فات، الحرب على الدجال لازم تكون علنية، لان هي علنية من ناحية اهل الشر كلهم، اهل الشر بقائدهم بالمنظومة اللي وراهم، ايا كان بقى اختلافك مين اللي بيحكم العالم او مين ما بيحكمش العالم. المهم ان دلوقتي العالم بعد توقيع اتفاقية البريكس في مواجهة هتبقى مباشرة مع اهل الشر، مين هيكسب فيها لازم انت تدور بنفسك، ما تستناش حد يقولك. احنا اذا كنا هنا بنشارك بعض فاحنا بنشارك بعض بوعينا، انا وعي واصل لحد النقطة دي، انت وعيك واصل اعلى مني، نورني، ما تحجرش عليا او تتهمني باتهامات انت ما تعرفش انا بتكلم في ايه او انا رايح فين. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. يعني كلنا في ميزان الله وكلنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هو اللي بيظهر الحق على أهل الباطل. الفترة اللي جاية فترة انتشار وتنفيذ أفكار الدجال على أرض الواقع، وفي مواجهة تكون موجودة ما بين أمريكا وحلفائها وما بين الصين وحلفائها. حد يقول لي يعني هو الصين وروسيا والكلام ده ضد الدجال؟ دور، انا مش بقول لك الكلام ده، انا بقول لك انا بتكلم عن تجربتي وعن تجربه مصر ووعي عن اللي الرئيس السيسي بيعمله، لان انا حطيت نفسي مكانه من سنه 2000. بمعنى ايه حطيت نفسي مكانه؟ انا قبل ما احاكم مسؤول او اقول للمسؤول او المدير او الرئيس بتاع البلد اعمل 1 2 3، لازم ابقى انا عارف انا دوري ايه وواجباتي ايه عشان ابقى ادور على حقوقي. لازم تكون عارف دورك كمواطن وحقيتك كمواطن، وهل دولتك قادرة على تنفيذ رغباتك كمواطن ولا لا. ادي الموضوع ببساطة، لان السيسي او نبي او ملك لو نزل من السماء عشان يغير ويصلح الكون او يصلح بلده مش هينفع يصلحها الا لما يكون الناس اولا عندها وعي بمشاكلها، عندها وعي بالتحديات اللي موجودة داخل بلدها، عندها وعي داخل التقصير اللي موجود داخل الناس، عندها وعي بالمحيط حواليها. فالنظر بتجرد لحال مصر على مدار 50 سنة اللي احنا عايشينهم في الدنيا دلوقتي، انا بتكلم على الفترة اللي انا المفروض اكون فيها وعي، انا ما عشتش قبل كده، انا ما يعني خلاص ما اخر الثمانينات اخر القرن وبدايه القرن، ال 40 سنه اللي احنا كلنا عايشين فيهم، نشوف التجارب السابقه على حكم مصر قبل الرئيس السيسي، ونشوف حكم الرئيس السيسي عمل ايه، يعني نفكر بعد ذهاب الرئيس السيسي المفروض الشعب يقوم يعمل ايه. يعني المفروض الشعب فكره وتحدياته ومشاكله هيحلها ازاي؟ انت منتظر ان فرد يحل لك مشاكلك؟ انت منتظر ان فرد يجي يعلمك، يجي يخليك تزود من معلوماتك، يجي يخليك تزود من خانات السي في بتاعت حضرتك؟ انت منتظر من السيسي انه يجي يطعمك في بقك؟ ايا كان مين اللي موجود مكان السيسي او فيما بعد السيسي او قبل السيسي، الناس لازم تنظر ان الجنة لو انت عايز تدخلها لازم تدخلها بعملك، لازم تدخلها بايدك انت، انت تشتغل. في تقصير من الدولة تجاه النوابغ وتجاه الأفهام النابغة، وفي تقصير ان انا ما اعملش حاجة اسمها هيئة التنمية البشرية او وزارة التنمية البشرية عشان اضم جميع العقول النابهة والشباب الواعي اللي عايز يخدم بلده من غير ما مش مستني منها حاجة، وان دول هم يبقوا كريمة المجتمع. في تقصير في كده، في تقصير في تصدر المشهد للتوافه والرويبضة اللي موجودين، وان هم دول بقوا هم القدوة للشباب الصغير اللي بيعمل مشكلة كبيرة جدا في الوعي لدى الشباب، ان هم دول كريمة المجتمع. ما هم لو هم مش كريمة المجتمع ليه طالعين وظاهرين كده؟ في تقصير في مجابهة هذه الافكار الضالة والمنحرفة والاعلام السيء السطحي اللي مش معرف الناس مشاكلها الحقيقية ورامي كل حاجة على كتف حكومة او مسؤول او فرد. في تقصير
في عدم إجراء حوار نزيه وشريف ما بين الناس، وان هي ان الحكومه تسمع كلام الناس وتجاوب عليهم بكل صراحه، تقول لهم قدرات الدوله كده واحنا لازم نعمل واحد اتنين تلاته، وان الناس تتقبل ده بدون تزييف للوعي او بدون الافتاءات على اللي بيكلمك او بدون انك تاخده في سكه ربنا يحشرك مع السيسي. يا سيدي الفاضل احنا كلنا، لو انت فاهم يعني ايه حشر ولو انت فاهم يعني ايه وقوف قدام ربنا، هتعرف ان ربنا بيقول لك كلهم اتيه يوم القيامه فرد. وانا بحب اطمنك، لو يا عم السيسي راجل صالح واظنه في ميزان الصالحين يا رب خلينا معاه، طب لو هو راجل طالح ومش كويس ربنا يبعدنا عنه. ادي الموضوع ببساطه، انت ليه بتحزبن الامور وبتشخصن الامور وبتاخد المواضيع في سكه السيسي ولا مرسي ولا الاخوان؟ يعني التجربه العمليه في فترة العشر سنين اللي فاتوا دول أثبتت لك إن الإخوان بايعين كلام، أثبتت لك إن أردوغان لما جه وقال السيسي قاتل ولن أضع يدي في يده، لما تشوفه هو بيسلم عليه وبيجري عشان يسلم عليه وبيجري عشان يوقع الاتفاقيات مع مصر، يبقى لازم يبقى عندك تصحح الخلل اللي كان في مفهومك. لما تيجي تقول لو مرسي مرجعش القصر يبقى أنا عندي شك في ديني، لازم تراجع مفهومك عن اعتقادك في الدين. طيب منظومة الدجال اللي هي منظومة العنكبوت اللي هي المنظومة اللي بتتحقق دلوقتي على أرض الواقع وعلى دول الخليج ودول الشرق الأوسط، وعايزين يجروا المنطقة لحرب شاملة تاكل الأخضر واليابس. انتوا الناس فرحانة ان ايران بتضرب بومب في الهواء عشان خاطر اسرائيل، ده فيلم معمول. انا بقول لك الكلام ده وشوف ارض، انا يا عمي كلامي صدقه تحقيقه، صدقه تحقيقه. انا بدعي بقول لك ان اسرائيل وامريكا مش هيسكتوا على اتفاقيه بريكس، وانا قلتها قبل كده، ومش هيخلوا الشهرين الجايين ولا سنه 25 تعدي على البشريه بخير. ليه؟ لان في اجنده، في اجنده الدجال واللي وراه واتباعه من شياطين الانس والجن عايزين يطبقوها. الاجنده دي لغايه 2030، في السبع سنين الجايين دول لازم يبقى فيه طحن عظام. يعني ايه طحن عظام؟ يعني العالم اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني. طب انا عشان اعرف حمادة اللي جاي ده لازم اروح اقرا البروتوكولات بتاعت حكماء صهيون، ما انت ما تستنانيش انا ولا غيري ولا اي حد تاني يجي يقول لك كلام، ولما يقول لك كلام مش على مزاجك ولا على هواك ما تصدقوش. طب براحتك، طب احنا انا قريت فجاي اقول لك اللي انا قريته، او انا ربنا انعم عليا بشويه بصيره فجاي اقولهم لك، ما تحجرش عليا ولا تتصادم معايا، مش عاجبك الكلام على راسي والله من فوق. بس انا بقول لك ان الفتره اللي جايه فتره طحن عظام لكل شعوب الارض. القوي زي ما الرئيس السيسي كده قال، العافي ما فيش حد يقدر ياكل لقمته. دوله منهكه ودوله طالعه من ثوره ودوله مهترئه، مهترئه من كل حاجه. لو ما كانش السيسي عمل الكلام ده وكنا احنا دخلنا المعمعه دلوقتي، ما كانش يبقى لنا صوت اصلا، ما كانش في حد هيسمعك، ما كانتش هتبقى مصر موجوده، كانوا المصريين هياكلوا في بعض. طب السيسي عمل ايه؟ السيسي حافظ على الحاله، حاله الثبات من الامن والسلم المجتمعي. يعني ايه؟ يعني الحاجه غاليه بس موجوده، يعني في تهديدات بس ما تقلقش الجيش مجهز نفسه وجاب الرافال وجاب المعدات العسكريه اللي يقدر يصد بيها اي تهديد خارجي. طب هو يعمل لك ايه؟ يطلع لك واحد زي الحاخام يعقوب اللي طالع بيتنبا ويقول لك ان السيسي في 25 يناير، نفس كلام الاخوان، نفس كلام الاخوان. وتخيل ان الاخوان لما بيحبوا يستشهدوا بيستشهدوا بكلام اليهود، صدفه مش كده؟ تحس ان كلام الاخوان واليهود يعني متاخد من نفس الطبق، متاخد من نفس الكوبايه، شربوا من نفس البقره. الحاخام يعقوب طالع بيقول لك وبيعمل لك نبوءات عن الخطه، هي مش نبوءات ولا حاجه، ولا هو بيطلع الغيب ولا هو فاهم حاجه، هو والاغبياء اللي ماشيين وراه، هم فاكرين ان هم ينتصروا، انما وعد الله ات، ده طبيعي. ان نصر الله ات، ده طبيعي. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لو انت شايف ان اللي السيسي بيعمله غلط للشعب المصري، لو انت شايف ان الاعمار والزراعه وتحصين مصر ضد المخططات والمؤامرات اللي بتقام وتحاك قصادها غلط، ده حاجه ترجع لك. بس انا بقول لك ان مفيش حد ماشي في طريق الخير وبيشوف مصالح الناس، مصالح الناس كلها مش مصالح فئه معينه بصة من الزاويه الضيقه، بص على اصحاب المعاشات، بص على مرضى فيروس سي، ال 10 مليون مواطن اللي كانوا في حكم الاموات، بص على العشوائيات يا اخي اللي انت كنت بتتنضر عليها وتقول ازاي مصر فيها ناس عايشه كده، ما الناس بقالها شقق وبقالها عمارات، انت تتمنى تسكن في حاجه زيها. بص على الطرق والكباري اللي انت بتمشي عليها وتختصر المسافه،
في اي حته انت بتروح عليها بتروحها او وبتيسر لك الطريق بتاعك. بص على الرؤيه اللي واحد عمال يحارب الدولار وانت بتتاجر فيه وبترمي عليه المشكله. اوعى حد يفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى لو نزل واحد مكان السيسي مصر حالها هيتصلح. مصر حالها هيتصلح لما المصريين حالهم يتصلح ويعرفوا المشكله اللي احنا واقعين فيها. مشكله التحديات تحدي وعي، مشكله التحديات تحديات مؤامرات داخليه ومؤامرات خارجيه. طب انا المؤامرات الخارجيه الجيش ربنا يحميه حافظ حدود مصر وقادر على التصدي باذن الله لاي تهديد خارجي. التهديد الداخلي ان الناس ما تبقاش عارفه، ان الناس ما تبقاش عارفه ان في خطه ومؤامرات لابد ان تقام اسمها نظام الدجال. نظام الدجال ده لابد ان يتحقق عند 2030. ابتدوا التنفيذ من 7 اكتوبر اللي فات، وانا قلتها ان من 7 اكتوبر اللي فات منظومه الدجال بدات تتفعل على ارض الواقع. انت مش مصدق الكلام ده؟ يعني اعتقد انك انت لو بصيت وتعبت نفسك شويه وسبت المنصات بتاعه التوافه ومنصات التيك توك اللي بتدعو للتفاهه وفكرت شويه في شريط الاخبار ولقيت ان المخطط ماشي كنس فلسطين وكنس لبنان وداخل شويه على ايران يضربوا شويه بوم فيقوموا يضربوا ضربه تكتيكيه في ايران فتقوم ايران ترد عليهم في السعوديه والامارات والكويت والعراق ويضربوا مصافي النفط والبنزين اللي انت زعلان قوي انه زاد جنيه ونص ولا 2 جنيه بكره هيزيد 100 جنيه. ما هو لو انضربت الكلام ده وانت فرحان قوي بالجمهوريه الاسلاميه، الجمهوريه الاسلاميه اللي هي اخر جمهوريه تتكلم عن الدين اللي ملهاش علاقه بدين ربنا اصلا سبحانه وتعالى، اكبر تاني دوله في العالم بيقام فيها عمليات التحول الجنسي، هم الفرس اللي كانوا اعداء الدين الاسلامي. يعني تاريخ وجغرافيا وسياسه واقتصاد واجتماع وكل شيء وانت لسه مصدق ان هم دول اللي هينصروا الدين. اذا كنت بتنتمي للروايات والمرويات، طب ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال من يهوديه اصفهان، ويهوديه اصفهان ما موجوده في ايران. انت عايز تصدق الكلام ده صدقه، مش عايز تصدقه ما اعرفش ليك مله. يعني انا عايز اشوف لك مبدا. فبنتكلم بنقول ان خيوط العنكبوت ينسجها الدجال دلوقتي على منطقه الاديان اللي هي منطقه الشرق الاوسط. اللي مش شايف كده يعيد كشف نظاره ويرجع يشوف تاني. اللي شايف ان السيسي غلط وكذا وكذا يطلع بفيديو محترم يقول له المشكله هي يا ريس حلها هو يا ريس، انا معاك، احنا كلنا في اعمار الواحد، انت مقصر في ده وزايد في ده. اطلع وقول كلمتين، اطلع وقول كلمه لله، لا تقول كلمه لشخص ولا لطائفه ولا الجماعه. انا حبيت اقول الكلمتين دول لان زي ما قلت لكم كل واحد بيشارك بوعيه في الحرب العلنيه بتاعه اهل الخير ضد اهل الشر، اهل الهدى ضد الدجل والشعوذه. وان انا البس طائفه او ناس او دوله لباس واقول عليهم لباس الهدى. امريكا، انتوا مصدقين امريكا هتنصر الاسلام؟ امريكا بلد الحريه والشواذ والمثليه وبلد الحريات واطلاق الحريات للناس ان هي تعمل اللي هي عايزاه وضد سنن ربنا في الكون. هل انتوا مصدقين ان امريكا اللي هي عملتها عمله الدجال اللي مكتوب على عينه كافر، ما هي دي عمله الدجال؟ ما اذا كنت ما انتش قادر تأول الكلام والاحداث بمنظور اخر الزمان اللي احنا بنعيشه، ارجع تاني، ارجع تاني، زود وعيك ونمي مهاراتك في استقراء الواقع وانك تشوف المستقبل داخل عليك ازاي. انا اقول لك المستقبل داخل عليك ازاي. العالم هينقسم نصفين، نصف يدعو للاعمار ويدعو للخير وصلاح البشريه كلها وان الناس كلها تعيش في امن وامان، ونصف يدعو الى القطب الواحد والدجال وفرض الدين العالمي الموحد اللي هو الدين الابراهيمي وصهر الكل زي ما انا قلت وبكرر في بوتقه الدجال. اللي مش شايف من الغربال يعيد كشف نظاره. جمعه مباركه على الجميع، واتمنى ان احنا نشارك ولو بجزء بسيط في الوعي الجمعي عشان الناس تبقى عارفه السنوات الخدعات ننجو منها ازاي. دمتم بخير، وربنا يا رب يحمي كل اهل الخير في كل حته في دول العالم، وربنا يا رب يحمي مصر.